راح نبدي من أخبار أهل المدينة والشغل الشاغل لكل المدينة خاصة في جنوب العراق. موضوع الأمطار والسيول والفيضانات اللي اجتاحت العراق بالأسبوع الماضي بشكل كبير، يعني حتى يعني كان يعني أكبر صداها من الأمطار والسيول اللي اجتاحت العراق في فصل الشتاء. شيء غريب أنه يحصل في العراق يمكن لأول مرة من سنوات كثيرة أنه تصير أمطار في شهر آيار، شهر الخامس اللي هو الصيف. ونعرف أن موضوع الأمطار في الصيف يؤثر تأثير كبير، خاصة إذا كانت كبيرة، على كثير من الأشياء، يمكن على رأسها موضوع المحاصيل الزراعية، لأنه مو وقته، كل شيء بوقته صح، لكن الأمطار خاصة إذا ماكو بنية تحتية فبالتالي تأثر. أكيد أكيد أكيد، هدم كثير من المنازل، كثير عندنا أشخاص راحوا وتوفوا نتيجة سقوط منازلهم عليهم، خصوصا السقوف. يعني الكوت يمكن أكثر المدن تضررا، ميسان، البصرة أيضا كان بها أمطار، عندنا أيضا بغداد حاليا أيضا صار بها مطر، فكثير من المدن العراقية جنوب والعاصمة العراقية أيضا. ونشوف ويانا احنا الصور اللي من هذه، يعني مو صور بالضبط اكيد، لانه سيارات ايضا تعطلت، يعني هي توقفت الحياه بالاسبوع الماضي وهذا الاسبوع نتيجه هذه الامطار والسيول اللي اجتاحت البلاد، واحنا نعرف مجاري ما عندنا، فصارت اختلطت هسه هي مياه الامطار مع مياه المجاري، وشوفون السيارات والمنازل والناس والاطفال والمدارس، يعني الحياه شلت في جنوب العراق فعلا. فيعني احنا نتمنى انه، لانه لحد البارحه سمعنا انه بالكوت فقط الهلال الاحمر هو من يقوم بانقاذ الناس، نتمنى استنفار كامل للجيش والشرطه من اجل انقاذ الناس، لانه يستغيثون الناس هسه في بعض القرى وبعض المناطق نتيجه غرق منازلهم وما يقدرون يطلعون من منازلهم. نتمنى انه تكون هناك مناشدات او تكون هناك استجابه لهذه المناشدات من قبل الحكومه المحليه. اكو دور للمؤسسات الدفاع المدني، واكو دور للحكومه، واكو دور لازم يكون لكل شخص يهم الامر. لاحظ انه الحياه بدات تتبطئ والناس بدات تاثر على حياتهم الاجتماعيه والاقتصاديه وحتى انه ما الانتقال بدا بشكل كلش صعب، يعني صحيا بداوا يتاثروا بهذا الموضوع. اكيد احنا يعني طالبوا كثير من الناس ان تكون يعتبرون مناطقهم مناطق منكوبه، يتم تعويضهم، يتم يعني بناء منازلهم ومدارسهم وتعويض محاصيلهم الزراعيه، حتى نعرف اكثر عن اهل المدينه وشلون هسه وضعهم في الكوت. ينضم لنا مراسلنا صلاح الربيع. مرحبا صلاح. حياك الله صلاح. صلاح اريد نطمن عن اهل المدينه في الكوت، يعني اول مره بس قل لي الجو شلونه، هل صح حاله وبعدها جاي تمطر؟ والله الجو الحين يعني الظاهر انه لسوء الاحوال الجويه، يعني مشكله بالشبكات ايضا واحنا ما جاي نسمع بشكل واضح. يعني صلاح اذا ممكن تغير مكان، يعني هاي من البارحه طبعا هم ايضا هذه المشكله موضوع الشبكات، لانه تغير اكيد تتاثر بها الجو، الكهرباء تاثرت وانقطعت عن مناطق كثيره من المدن العراقيه، يعني حتى صار صعب علينا نتواصل مع مراسلينا في سبيل انه نحصل على فيديوهات من عندهم حتى نشوف اللقطات، نتيجه يعني انه كل شيء انشل. نتمنى انه تمر هذه العاقبه على خير، واحنا نعرف ان الموضوع كبير، يعني اكبر منطقه العراق، لانه احنا عندنا مثل ما انت قلت البنيه التحتيه شبه معدومة. مجاري غلط، بس لازم دائما احنا نفكر انه لكل الحوادث يعني للمستقبل. يعني احنا جونا مو ثابت، يعني جونا بدا يتغير، لاحظ احنا بشهر ايار وامطار غزيره، فلا بد انه هناك دور للحكومه للمؤسسات الدفاع المدني، بحيث الناس انه بدات نفس ما قلتي عجل الحياه بدات شبه مشلوله، الناس ما قاعده تنتقل من مكان الى مكان اخر، الامتحانات على ابواب.